دكتور عماد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شبكه اليقين اول حوار مع شرفنا بيكم. معلش عندي اسئله ممكن تكون محرجه شويه. ان شاء الله ما فيش حاجه محرجه يعني في صراحه. انا جاي من ميدان التحرير وامبارح في ميدان التحرير وكانوا يتوقعون نزول حزب النور او يعني التيار السلفي لم يعني يفوجئوا بعدم ظهور حزب النور على الاخص. في الحقيقه احنا يعني كان في نوع من التخوف الكبير من وجود بعض يعني التيارات كانت يعني يخاف ان هي تنظم اشياء فيها شغب وفيها تعدي على الممتلكات العامه وكذا وكذا. احنا بالنسبه للكلام عن قانون الطوارئ احنا نتفق مع جميع التيارات السياسيه المخلصه ان هي نحن نرفض قانون الطوارئ. موضوع المحاكم الاستثنائيه كذلك نرفض قانون اصلاح او يعني تعديل قانون الانتخابات بحيث ان هو يستبعد المواد خاصه الماده الخامسه الجائره نحن كذلك معهم. تحديد موعد سريع لانتقال السلطه من المجلس العسكري لل يعني مجلس تشريع منتخب ورئيس منتخب نحن ايضا مع هذه نحن مع كل هذه المطالب ونحن يعني جاءت اشارات ان هي سيكون في استجابه لهذه المطالب. وانا قلت عده مرات ان احنا لا يعني نحبذ النزول في مليونيات حتى نستنفذ الوسائل والطرق والضغط السياسي حتى تستنفذ مجرى. الحقيقه ان احنا في اتصال ان احنا في غدا في لقاء مع المجلس العسكري وبعض رؤساء الاحزاب سيلتقون معهم واحنا سنعرض جميع طلباتنا واطمع ان هو بكره ان شاء الله تبارك وتعالى يكون في استجابه لجميع هذه الطلبات اللي احنا طالبينها. احنا طالبنا وشاركنا مع غيرنا من القوى في الضغط لهذا الامر ونحن يعني كما قلت ان احنا اللي منعنا من الخروج ان احنا الخوف على الانفلات من الانفلات الامني وكذلك ان في يعني اشارات ان هو ستكون هناك استجابه من المجلس العسكري لهذه الطلبات. ونحن بنقول ان طالما ان احنا الامر ياتي بالمفاوضات والضغط السياسي فهذا ان شاء الله يكون يتادى به الواجب باذن الله. الاتحادات الاسلاميه تخشى من وقوع بعض المشاجرات بينكم وبين حزب الاخوان في اثناء المعركه الانتخابيه. احنا الذي بيننا وبين حزب الحريه والعداله كل خير، ما فيش بيننا الا الاخوه الصادقه وفي يعني الاهداف يعني متفقين عليها تماما وكذلك الآليات ويعني كل شيء في اتفاق كامل وتام وتفاهم. وكذلك مش فقط حزب الحرية والعدالة، كثير من الأحزاب في بيننا يعني توافق تام. وأنا ما يعني بإذن الله أنا أتخيل أن ستمر يعني الانتخابات بإذن الله يعني على خير. وأنا بقول أن الشعب المصري هو شعب واعي وشعب ناضج وسوف تمر الانتخابات بغير ان شاء الله مشكلات ولا حوادث يؤبه لها. الهيئه الشرعيه تقوم بالتقارب، هل في خطوات حدثت قريبا؟ والله احنا يعني نحن في يعني ايدنا ممدوده لكل الاتجاهات، في اتصالات مباشره مع كافه الاحزاب، في اتصالات مباشره يعني عن طريق بعض يعني وسائط الخير مثل الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح او غيرها. يعني الجهود يعني مستمره في كل وقت. شبكه الكلمه بتشكر حضرتك وعلى وعد اللي لنا لقاء اخر عشان عندنا اسئله كثيره وانا عارف حضرتك مرهق النهارده. انا كذلك اشكرك. انا لقاء شكرا جزيلا. شكرا.